طيب هنبعد عن الشغل شوية ايوه خلاص، يمكن ايوه هنتكلم عن البيت، الأولاد، اهلا وسهلا. كيان، سام، نسرين. كان في تصريح لنسرين، انا قلت لك ان انا هساله لك اوف اير، بس في الحقيقه انا عجبني ردك جدا، يمكن كتير من المشاهدين يستفادوا منه. نسرين كانت قالت ان هي مش عايزه اولادها يشوفوا يوتيرن. صح. ليه؟ يوسف ردة فعله ممكن تبقى صح ليوسف، بس انا مش هربي ابني ان دي الطريقه اللي يعامل مراته بيها. انا مش عايز ابني في السن اللي هو فيه يشوف عنف بالمنظر ده. ولا انا ولا نسرين حابين ان ابني، انا بالنسبه لابني مثل اعلى، فحتى لو في التمثيل ان يشوف ان انا بطير واحده ده غلط. لما يكبر ويفهم، الصغير كيان شاف البرومو بتاع المسلسل وزعل ازاي انت تضرب، احنا ما بنضربش في البيت ده. فان يشوف بابا وفي البرومو كان فيه الم، اخدت اديته الريهام ما نزلش في الحلقه. فانا ايه المثل اللي انا هكون لاولادي ان انا بعمل كده في المرحله اللي هو لسه مش فاهم ان ده تمثيل؟ بالعكس، انت لما يكون عندك مشاكل بنقول انت بتتكلم ما بتمدش ايدك. فابني بيحب يطلع معانا في شينو، بيعمل سكتشات، بنهزر، لما حتى لما بنتعصب في يعني المشاهد دي. هو ممكن يمثل، عنده هو عايز عنده يبقى تالنت. ممثل، هو عايز يبقى كله، عايز تبقى اكتر. ف وماشيين في الشارع في لبنان مره يقول لي بابا مين اشهر، انا ولا انت؟ عم لك ليه يا سام؟ عشان اصحابي في الصف بيقولوا ان انا اشهر منك. عم لك صح يا سام، انت اشهر مني في الصف بتاعك. عارف اللي هو نسرين بتقول ان هي مربيه ثلاثه، فانا بحط عقلي في عقل الولاد، انا اشهر منك بقى، وريني هتعمل ايه. طب ولو قرر يشتغل او يدخل الوسط هتخاف؟ اخاف على ابني، فاهم قصدي؟ انا خايف يعني على... مش هترضى خالص؟ لا مش هرضى، لا ما اقدرش. انا زي ما بابايا الله يرحمه كان اول ما قلت له انا عايز اخش، كنت عايز ابقى فوتوجرافر، كنت عايز اخش في التصوير. بابا قال لي لا اعمل شهاده، لان كان اول يوم جامعه. قلت قال لي هتدرس ايه؟ قلت له فوتوجرافي. قال لي بلف كده، قال لي نعم، لا يا حبيبي اعمل شهاده بعدين اعمل اللي انت عايزه. فانا فضلت سنين طويله موديلنج بس بشتغل. لما اخدت اشتغلت مع تلفزيون المستقبل، كنت اشهر مذيع في لبنان. يوم الاثنين كنت بنزل المكتب، كان عندي وظيفه تانية. ان ما كنتش عايز اعتمد على وشي او ان انا ماسك المايك. لغايه ما ابتديت احس ان اوكي طيب ممكن ان دي تبقى مهنه، بس دي بتاخد فتره طويله ومش كتير اللي بيقدروا يكملوا فيها. ف 2017 كنت بعمل 3 مسلسلات وكان عندي وظيفه، كنت بنزل المكتب الساعة 7 الصبح، اخلص تصوير 5 6 الصبح، بنزل المكتب الساعة 7 لغاية الساعة 4 بشتغل. ففضلت ماسك الاثنين. طب وانت كأب وكزوج بتحب تقعد في البيت تطبخ وتاكل جدا ولا خروج جدا بقى وفسح لا ما خرجت كتير وانا صغير يعني وسهرنا ولعبنا. فانا لا انا بحب البيت يعني، بالعكس انا نسرين ساعات اللي هو قوم من على الكنبه يلا نخرج. انا بحب الاسره، بحب ولادي، بحب اقعد مع مراتي. احنا زي ما قلت لك احنا اصحاب، ما بزهقش ان انا قاعد معاها. نخرج مع بعض، انا ما عنديش مشكله ان ما اشوفش ناس، بس طالما قاعد مع العيله بتاعتي. طب وايه اكتر اكله بتحب؟ رز على دجاج، رز على فراخ، دي الاكله. رز على دجاج بس ايامك. بتعرفش تطبخ مصري بما ان انت بقى؟ لا انا ولا نسرين؟ لا انا انت ونسرين. بصي لا نسرين تقدر. بس انا في وقت الكورونا ما كنت عايش في انجلترا، فكنت بطبخ لنفسي. فبس جيت بقى رحت على لبنان، الواحد ما يقدرش يطبخ لنفسه يعني، بالعكس عيب. ده الـ 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 المطاعم اللي في الشارع اللي ملهاش اي لازمه الاكل بتاعها حلو جدا. طب وهي بتعرف تطبخ لك اكل جداً. مصري؟ بتطبخ. ما نسرين شاطره في الطبخ يعني، قعدنا فتره طويله هنا، كانت قاعده هنا فبتتعلم بسرعه، والملوخيه وفاصوليا خضراء. ف بس دايما بيبقى فيه الفاصوليا الخضراء اللبناني ولا الفاصوليا الخضراء المصريه، ده بيبقى فيه خلاف، الملوخيه اللبناني ولا الملوخيه المصريه. الحمد لله ان ولادي طلعوا لي الملوخيه المصريه.
بالنسبه لنا اهم. وقت الكورونا انا رجعت بقى للمطبخ، ان ما كانش بقى في حد يساعدنا في البيت، ما فيش حد يطبخ، ما فيش حد ينظف. نسرين استلمت الدور اللي فوق، انا استلمت المطبخ، وقعدنا بقى نلعب وابل باي وحاجات كده.